بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعدنا اليوم بلقاء الأخ أسعد علي الرئيس، مدير مركز الصحة الإلكترونية وخدمات التعاون الصحي، في إن شاء الله بداية لربط المستشفى بمستشفى الملك فيصل التخصصي وكذلك بعض المراكز الطبية الأخرى من خلال خدمة التعاون الصحي، والذي إن شاء الله يعود بالنفع على المنطقة إن شاء الله بأكملها. سوف يكون هناك إن شاء الله ترتيب للأولويات المشاريع والخدمات ذات الأهمية حسب أولويتها مع الأخوان في المركز، وسوف ينعكس هذا على الخدمات الصحية المقدمة إن شاء الله من المستشفى أو من الشؤون الصحية في المحافظة جميعا، من ناحية تحويل المرضى أو المواعيد أو إجراء بعض التحاليل، كذلك النواحي التدريبية والتعليمية مثل انعقاد الفيديو كونفرنسز وكذلك نقل بعض الندوات سواء عن طريق مستشفى الملك فيصل التخصصي أو حتى المرتبطة بخارج المملكة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بأن نضع الخطط الصحيحة ذات الأولويات التي إن شاء الله تعيننا على استثمار هذا التعاون، بحيث أنه إن شاء الله يعطي ثمرته في القريب العاجل.